السلام عليكم أيها الإخوة جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وجعلنا وإياكم من الداخلين برحمته والمشمولين بنظرته والحاصلين على مغفرته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا ترجمان القرآن، السلام عليك يا منقذ الإنسان، السلام عليك أينما كنت، فأنت أينما تكون تكون معنا فينا يا صاحب الزمان ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بداية وقبل المحاضرة نعزي أهالي الشهداء الذين استشهدوا ليلة البارحة في حادث مستشفى ابن الخطيب، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وأن يتقبل الشهداء المظلومين برحمته، ونسأل الله أن يعجل إمام زماننا ليغيثنا مما نحن فيه. أما الحديث عن المسؤولين فنتركه إلى مناسبة أخرى. أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المعصومين يا رحمة الله للعالمين ويا منة الله على المذنبين. صلى الله عليك وعلى حبيبك الحسين غريب يا مظلوم كربلاء يا ابن الزهراء. يا ليتنا يا ليتنا نثبت معكم فنفوز فوزا تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. اللهم اجعلنا من عبادك الموقنين بك، العابدين لك، المحبين المطيعين لك يا الله، ومن علينا ببصيرة نراك بها أينما ذهبنا، أول ما نرى ومن نرى، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
بفضل الله سبحانه وتعالى لقد فرغنا من سلسلة القضية المهدوية، أو بالأحرى فرغنا مما نريد أن نقوله في هذه السنة، ربما في سنة أخرى ومناسبة أخرى سيكون لنا حديث آخر عن دولة الظهور. أيها الأحبة، سنبدأ من هذه الليلة سلسلة الإلحاد ومعالجة هذه القضية. هناك ملاحظة مهمة أرجو أن يلتفت إليها الأحبة الذين يحضرون معنا والأحبة الذين ستصلهم المحاضرة، هو أن هناك مشكلة في مناقشة مفهوم الإلحاد. المشكلة شنو؟ أنه إحنا بالمحاضرات نناقش الملحدين، وهذه مشكلة. الملحد ما يسمع المحاضرات، الملحد ما يحضر بالمحاضرات. احنا نحتاج امرين. الامر الاول نعطي حزمة من الادلة المركزة لمن يريد ان يناقش الملحدين، لمن يريد ان يحاججهم، او لمن يريد ان يتوقع. يعني ليست سواليف مع الملحد، هذا اولا. وثانيا نحن بحاجة إلى تقوية عروة الدين عند المرتبطين بالله جل وعلا، حتى يصير عندهم نقاش عملي. شنو يعني النقاش العملي؟ شوي التفت لي. أحيانا أنت أدلتك موجودة لمناقشة الملحد، يعني أنا عندي أدلة لكن ما عندي دلالة. شنو الفرق بين الدليل والدلالة؟ مرات الإنسان عنده دليل بس ما يقنع المقابل، ومرات ما عنده دليل بس يقنع المقابل. شايفين سوالف أمهاتنا اللي احنا نسميها سوالف العجايز؟ مرات الأم مقارية، مكاتبة، مدارسة، سولف معك سالفتين تدليك على رب العالمين. حج من الحجاج يسولف لي احد الشباب، يقول اني الحدت، يعني ابتعدت عن الله، دورت بالكتب، رحت المشايخ السادة، ما وصلت النتيجة، رحت الى واحد حلاق يعني مقص ومكينة، واني قاعد على الكرسي وهو يحلق، فسولف وياي عن رب العالمين. فعدت الى البيت وانا مؤمن بالله جل وعلا، بدون ما أقول له أنا ملحد أو لا، لا، بدون، هو سولف. مثل واحد من شبابنا أيضا، هذه حادثة أخرى، يقول واحد من شبابنا يدرس بالغرب، يدرس بأوروبا، وعنده وليد واحد، الوليد اندعم ومات. يقول وأنا كلفت بأن أتحدث إليه وأنقل له الخبر، وليد الوحيد، شلون تقدر تنقل له الخبر؟ يقول فأني محتار، يومين أنا ما قايل له. يقول وإذا به يتصل عليه، قلت السلام عليكم، شلونك فلان؟ قلت له أنا. قال اليوم أنا أقرأ قرآن وأتأمل بمعنى اللطف الإلهي والصبر والبلاء، شوف هذا البلاء وشوف هذا الصبر، شوف هذا المعنى قد جميل. وظل يسولف لي، قلت سبحان الله، قبل لا أنا أقول له هو قال لي. زين، إذن إحنا مرات عندنا دليل بس ما عندنا دلالة. شنو الفرق بين الدليل والدلالة؟ الآن إحنا طبينا بالبحث إخواني، الدليل هو مجموعة البصائر العقلية، المعلومات العقلية، إيش يسموها؟ يسموها دليل. الدلالة هي مجموعة البصيرة الموجودة في القلب. يعني مرات أنت ما تسولف ويا الملحد عن الله، بس بسوالفك العملية تدليه على الله جل وعلا. لذلك اخواني احنا محتاجين لهذا المستوى، محتاجين ان الانسان يري ابناءه الله في سلوكه، يشوف الناس الله بسلوكه، يشوف التلامذة الطلاب الى اخره. جيد، اذا في هذه السلسلة نحن لا نتحدث مع الملحد، وإذا يريد يستفيد حياه الله. لا، نحن سنتحدث مع ثلاثة أصناف. أولا مع المجتمع
كيف يتعامل مع الملحد، ثانيا مع المختصين كيف يعالج إشكالات الملحد، ثالثا مع العوائل كيف تتعامل إذا عندها ببيتها شنو ملحد. هذه الثلاث مستويات احنا راح نتحدث معها. اولا ايها الاحبة، في هذه الليلة سنقسم الملحدين، وهذا تقسيم مو عقلي، تقسيم ميداني، يعني علم سيت ايها الاحبة شوية تبهولي. خمس اقسام الملحدين: غارب، ضارب، طالب، راغب، هارب. هاي الخمسة اجمع كل الملحدين بالعالم راح تلقاهم واحد من هالاصناف الخمسة. واحد يراد لعلاج نفسي مو عقلي، واحد يراد لعلاج احتواء مو ادلة، اخر يراد لعلاج الدفعة الى الامام وتقدمه وتصدره مو تهمله، اخر يريد دليل عقلي علمي مو آية، اخر يريد تعامل حسن مو دليل. كل واحد من هالاقسام الخمسة يختلف عن غيره اخواني. احنا مشكلتنا نجيب ذول الخمسة وين نخليهم؟ سلة واحدة. فيجيك مثلا الملحد يقول لك انا لا اؤمن بوجود الله، انت مباشرة تنساق عليه بالادلة. بعدين يقول لك انت تتكلم بوادي وانا بوادي، انا عندي مشكلة غير اللي تتكلم عنها. خلوني انا وياكم بهالليلة الجميلة نتحدث عن هالاصناف الخمسة ونصنفهم ونشوف شنو سبب كل واحد من هؤلاء الخمسة. اول قسم هو الملحد الضارب. الملحد الضارب هو شخصية ضعيفة ما عندها قوة الإرادة، وبنفس الوقت ضميرها حي. تفت ضميرها شنو؟ حي، يعني يخاف من جلد الضمير ومحكمته. مثلا يدري قطع الصلاة حرام وضميره ما يقبل، يدري مثلا والعياذ بالله شرب الكذا محرم وضميره ما يقبل، يدري مثلا بعض السواليف حرام ضميره ما يقبل، ضميره بعده صاحي. شو يسوي هذا الإنسان؟ شو يسوي؟ يهرب. يهرب من الدين لمن؟ يهرب من الدين إلى الإلحاد من أجل أن لا يبقى ضميره حي. مثلا ليش ما صايم؟ ايش علي؟ أنا ما صوم، أنا ملحد. العفو. بويا ليش ما أصلي؟ أنا ما أؤمن أصلا بالصلاة. شوف يقول لك أنا مرتاح، بس هو هذا وقع الفخ سأبينه بعد قليل. القرآن شو يقول عن ذولا؟ يقول بل يريد الإنسان ليفجره أمامه. أمامه يعني شنو؟ يعني قبال عينه، يريد يستمتع بالذنب بس ما يقدر لأن ضميره حي. تفت شو يسوي؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. يقول لك وينك يوم قيامة؟ شوف ركز وياي، هذا ما يريد يسوي ذنب بالخلوة، لا هي بنية تريد تخلع الحجاب وتستمتع بسفورها وتفتخر بإخراج مفاتنها. زين كل شوية تسمع واحد يقول حرام 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 حرام، ضميرها حرام حرام، شو تسوي حتى ترتاح؟ يسأل أيان يوم من يقولك يوم قيامة؟ من يقول يا هالطلع من قبره شنو مفشخ؟ هذه المعاني أيها الأحبة ما تصدر من إنسان ضمير ميت، لا تصدر من إنسان ضمير حي. لذلك انتبهوا إخوان، من تلقى هيك شخص هذا لا تقصي من المقصلة. لذلك شراد له هذا يراد له تدرج وتجذير وتدريج. هذا ما يراد له مباشرة أقول له أنت كافر أنت خارج عن الملة، لا، أقول له أنت عندك مشكلة بإرادتك، خلينا نتمشى أسبوع أسبوعين شهر شهرين نقوي الإرادة، نسقي منابع الإرادة. قد يكون ضعيف إرادة بسبب الوالدين مدللينه، قد يكون ضعيف الإرادة بسبب الأصدقاء معظمينه،
قد يكون ضعيف الإرادة بسبب مجتمع موفر له كل ما يريد، أو بالعكس قد يكون ضعف الإرادة بسبب الصدمات التي ولدت عنده خواء بالإرادة، فعند إرادة ماتت إرادته أيها الأحبة. لذلك بكربلاء هذا الصنف موجود، كان يعرف الحق وين والباطل وين، ويعرف من هو الحسين، وسحق صدر الحسين. لماذا؟ لأن صار قبالهم صدر الحسين وصدرهم، فلما إرادتهم ضعيفة قدموا صدر منه؟ صدر الحسين. هذا أول قسم، أول قسم من الملحدين هو الملحد الهارب، الذي يهرب من الدين، يهرب من الدين ويلتحق بيش؟ يلتحق باللا دين من أجل أن يوحي لنفسه بشكل أو بآخر أن الدين ما موجود. يعني مثلا بداية هذا الصنف منين تبدي؟ بداية هذا الصنف من الإعجاب المفرط بالملحدين الكبار. مثلا تلقى عباراتهم بالفيسبوك، مثلا يعبرون عن الملحدين بهيك عبارات، مثلا فلان أعلى الله مقامه، هو ملحد بس يعبر عن الكاتب هيك، فلان ما أجمله ما أعظمه، تنطيه مثلا كتاب لأحد الملحدين ينظر إليه بإعجاب ويقدسه، إذا سولفت له عن رمز من رموز الإلحاد يطير فرحا وطربا. ليش؟ شنو السبب أيها الأحبة؟ لأنه الإنسان ما يقدر يعيش بدون رمز أيها الأحبة، مستحيل. ماكو إنسان بالوجود، حتى اللي يعيشون بغابات الأمازون أو غابات مدري وين أدغال أفريقيا، ذولا يدورون على رمز. الإنسان ما يقدر يعيش بدون رمز، فهو يهرب من رمزية الله لصناعة رمزية لمن؟ لملحد أيها الأحبة، لأستاذ مثلا، يجيب فرويد، مثلا نيتشه، من المحدثين، مثلا من الملحدين، ما أذكر أسماء المحدثين يعني أفضل، وهكذا. هذا القسم الأول. القسم الأول صار واضح يراد معالجة بشكل تدريجي، ومرات هذا القسم ما يعلن إلحاده، يعني يدخل بوسط جوز الحركات الدينية المتدينين، جوز بالمجالس، ربما واحد بالألف يجي هذا هيك يدخل حتى ما يبين. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو الملحد الغارب، الضارب والغارب. الغارب هو ذلك الملحد الذي لا يدري ما يريد، ما يدري هو فعلا يريد الله، يريد عباد الله، ما يدري، مدوخت الصدمات أو المصائب أو الركلات، أو مدوخت الدنيا أو البلاءات المتتابعة أو الخيبات التي علقها عند الناس. غارب، ما يدري، يسمع غناء، يسمع قرآن، يحضر بالحسينية، يروح مدروين، ماذا يفعل هذا الغارب أيها الأعزاء؟ حتى من تدخل بداخله ما تعرف شنو يريد، مشتت الأهواء، حتى بداخل الإلحاد هو هماتين ما يدري شنو يريد. هذا أمامك خيارين بالتعامل معه. أولا ترك للزمن، انطيه مجال بس راقبه من بعيد، لا تعوفه لا تهمله، بس انطيه مجال، لا تناقشه لا تحاججه، لأن هذا عنده تي الآن يعيشه، وهذا التي يستمر فترة، ربما شهر شهرين، ربما سنة، ثم يعود. إن استمر التي مع هذا القسم شو تسوي؟ تروح له، تمشي وياه وتخلي له هدف بحياته. يعني مثلا أنت عندك محل، وعرفت واحد من أصدقائك ملحد بسبب الهوسة الموجودة بذهنه، شو تسوي؟ دخله وياك وخلي له هدف، ابني دريت بي أنه من الملحدين الغاربين اللي عندهم هوسة، فشو أسوي له؟ أخلي له هدف، والهدف لابد أن يكون هدف ميداني، مو هدف وجداني أو هدف مثالي، لا، يكون هدف بالساحة بالوجود أيها الأحبة. لذلك شو يقول الإمام الصادق عليه السلام؟ يقول العقل الفارغ مرتع الشبهات. العقل إذا بقى فارغ شو يصير عنده؟
صار عنده شبهات تتعلق. وفي رواية أخرى أمير المؤمنين شو يقول؟ اللحود، اللحود يعني الإلحاد بس بالتعبير القديم، اللحود صديق الجهل، لأن يعني هذا إنسان ما يعرف شريد بحياته. هذا القسم الثاني. أنا أتذكر أيها الأحبة كنت في بغداد وكان هناك فتى بمقتبل العمر، صلينا يعني قمنا للصلاة وهو ظل جالسا لم يصلي. بس الآن إذا أكو مثلا رجل دين بالحسينية أو بالمكان ويصلي جماعة ما يقدر يظل قاعد، يعني يستحي بمكان صغير مبين. فأني ما أدري، لما كملت قالوا لي فلان ما صلى، فصحته جلست يمي. هذا واحد مثل وليداتنا، شباب، شبابنا اليوم ترى مثل وليداتنا، واحد يجيبه يسولف وياه يناقشه يسولف وياه ممكن يوصل إلى نتيجة. فقلت له شنو قصتك شو ما صليت؟ قال والله يا سيد أنا وصلت إلى مرحلة ما أعرف أصلي ما أصلي. يقول مرات سيد أوقف أصلي وأصل للركعة الرابعة وأبطل أقعد، مرات أقرأ دعاء مثلا أوصل لثلث الدعاء ربع الدعاء أترك الدعاء أطبقه وأعوفه. ليش ليش بابا ليش يجي؟ قال سيد ما جاي أشوف قيمة وثمر التديني، ما جاي أشوف ثمرة، شنو اللي أسويه؟ يعني رب العالمين محتاج صلاتي أنا شنو اللي تفيدني الصلاة؟ بعدين عندما تقربت إليه وجدت أن هذا الإنسان كانت طموحات عالية بالحياة، كان يريد يصير طبيب، تمرض فانتكست صحته فطلع معدل 55 بالسادس، عاد سنة ثانية وما طلع المعدل، وسنة ثالثة وما طلع المعدل. بهالصدمة شنو صار؟ صار ما يعرف شريد، لأن الذي كان يريده ما تحقق له. وش قد عدنا هيك أيها الأحبة؟ عدنا شباب بقمة الأدب والجمال تلقاه بلحظة ينفجر عليك وما تدري شكو، لأن هذا يوصل مرحلة بعد ما يقدر يفكر أيها الأحبة. مثل اليوم أيها الأعزاء الإعلام شو يسوي؟ الإعلام يوصل الشاب إلى مرحلة أنه يوصل إلى العجز التام 100%. إذا نجحت ما تتعين، إذا تخرجت ما تتعين، إذا صرت طبيب يجوز تحترق بالمستشفى، إذا صرت مهندس يجيبون غيرك، إذا صرت هذا ويددونك، ويصير عندك حالة من التضارب بين أن تكون أو لا تكون، تكون بدون ثمرة أو لا تكون بدون خسارة. هو هذا، هذا الإنسان عندما يصل إلى هذه المرحلة سوف لا يجد بدا إلا من الابتعاد. شوف بعد شنو قيمة بقائي يا رب العالمين. هذه ليلة القدر جايتنا، أنا سولفت لبعض الشباب قبل ليلتين، واحد من الشباب هم هكذا قال أنا السنة ما أصلي ليلة القدر. قلت له ليش؟ قال ما عندي إقبال على الله وإل من رايح. قلت له بابا كل إحنا نروح للحسينية وما عدنا إقبال. قال لا عد المن رايحين. شوف قلت له إحنا رايحين حتى نقول لله نحن عبادك للعبودية. بابا أنت مو تصلي حتى تستحضر معنى الله، مو كل صلاة يجب أن تكون خاشعا بها، ولا كل مرحلة من الدين يجب أن تكون متهيئا بها. إحنا ربما بعض شبابنا أكبر منهم عمر وبعض آبائنا أكبر منا عمر، تمر عليك بفترة عمرك مرحلة جو السنة تطول ما تدري أنت أقرب للإيمان أم للكفر. شو سويت هنا؟ ماذا تفعل؟ تشلب، أنت تشلب بالله شلون ما كان، تشلب بالله ولو كان ظهرك مليئا بالأثقال، تشلب. وين يروح الإنسان إذا ما يروح لله سبحانه وتعالى؟ إلى عدو ملكته أمري أم إلى صديق يتجهمني؟ وين أروح؟ الناس هي هاي الناس. لذلك أيها الأحبة عندما يصل الإنسان إلى هذه المرحلة ما يرى ثمرة لجينه شو يسوي؟ يغرب، ما يدري وين يروح، فيظل بنص الميدان.
شاب بقمة الجمال استنجد بنا والده، قمة الجمال. شلون هذه شبابنا المؤمنين اللي قبالي قمة الجمال والنظافة والنزاكة. قال ابني راح مني، نروح ندور عليه نلقاه نايم على كرويته في أزقة بغداد تاتلت القذارة وكذا. شنو اللي حوله؟ اللي حوله انه كان يدور من الدين شيء وما لقاه. انا اريد اول 6 شهور اصير عارف، ولازم الله يجيني بالمنام ويقول لي انت مقبول، ولازم اشم عطر طيب اذا اصلي، ولازم ماكو بلاءات بحياتي لان انا متدين، ولازم الدنيا تصفو الي لان انا ملتزم، ولازم صلاتي كلش جميلة وسهلة ولطيفة لأنني أصلي لله، ولازم أنجح بالمدرسة، ولازم أمي وياي زينة وأبي وياي طيب. زين ذني ما لقيت بعد شو أسوي بالدين؟ أغرب على وجهي أيها الأحبة. بينما الإنسان الواقعي يقول لك الدين مو دقمة تدوسها وتنطيك النتيجة ديليفري جاهزة، لا، الدين يرد شوية شوية، تصلي فتبتلى، تصوم فتختبر، تلتزم فتهجر، تقدم على فتشي ما تحصله، تقدم على رزق ما تحصله. هي الدنيا مكابدة، ولقد خلقنا الإنسان في كبد أيها الأعزاء. إذن المستوى الثاني، القسم الثاني، هو القسم الذي يغرب، وهذا بسببه. جيد، إذن هذا إحنا من نريد الناقشة خب مو نطلع مباشرة من الدين، هذا يراد لنا الناقشة ونخلي له أهداف. أنا إيش قد أتمنى، هذه إن شاء الله توصل لأحبتنا، إيش قد أتمنى صير عندنا هيئة بوزارة الشباب والرياضة، هاي اللي ما ندري شو تسوي ما تسوي هاي الوزارة، يراد لنا هيئة بيها، هيئة اسمها هيئة وضع الأهداف للشباب، لجنة خاصة تخلي أهداف بعيدة المدى قريبة المدى، أهداف 50-20، أهداف للأفراد للشباب، أهداف مادية، أهداف دينية، أهداف تعليمية، أهداف تربوية، أهداف تجارية، أهداف تعليمية. ايش قد يراد النهيج أيها الأحبة؟ احنا عندنا جيش من الشباب ما يعرف يخلي هدف لحياته، صدقوني هذا ليس كلاما عاديا، هذا مهم أيها الأحبة. عندنا شباب يتخرجون من الجامعة ما لقى فرصة عمل، ماذا يفعل؟ يجلس في البيت يلوم بنفسه ويلوم بالحكومة ويلوم بالجيران ويلوم بوالده ويلوم برب العالمين، ليش أني هيش يا ربي؟ ويراد واحد يصير عنده ريلكس، حركة بوضع الأهداف. إذا الوزارة ما تكفلت شبابنا اللي بالهيئات والحسينيات والمواكب، صار عندهم همة لوضع الأهداف الجاهزة للشباب أيها الأحبة. حتى الإنسان يلقى أمامه أهداف يشتغلها، مو بعدين يصير وزير صحة وتصير الكارثة. والنوباني أنا أوجه رسالة الآن وزير الصحة، أنا بيني وبين الله لو بمكانه وصارت هاي الكارثة بالمستشفى أنا أستقيل بدون ما واحد يقول لي، أستقيل لأن أستحي أبقى، وهي مو هزيمة، هذه غنيمة تسجل بتاريخك. الوزير الوحيد الذي استقال هو فلان لأن صار تقصير، ما يكون أنت المسؤول، مدير المستشفى تنتظر شنو حتى تقدم استقالتك؟ ماذا تفعل؟ المسؤولين عن هذا يريدون واحد يقول لهم استقيلوا. ثم في النهاية الإنسان يوم القيامة رب العالمين يسأله يقول له أنت سبب قريب أو بعيد، هالسنة باللجنة التحقيقية جوز ما تطلع النتائج، بس وين يروح المقصر عن الله؟ وين يروح؟ سأنا مثلا مشيته من جوه الأبساط كم دفتر ومشيته، بس الله شقله شلون مشيها مثلا؟ هاي العوائل اللي انفجعت، بنادم شارد من كورونا يحترق بالنار، بنادم شارد من البيت لأن مريض يحترق بالمستشفى. احنا ناخذ الناس ننقذهم بالمستشفى، صرنا ننقذ الناس من المستشفى، تحترق الناس
بشكل فظيع. انت ما تقدر تباوع على الفيديوهات اللي تنشر. بشر، انسان مكرم يتقلى ويحترق ويموت والناس تنظر. ايها الاحبة، نعم الله على شبابنا الغيارة. انا اودي رسالة شباب جسر ديالة، هاي المنطقة المنكوبة اللي شحدك الطب بشوارح جسر ديالة والزعفرانية، هم اللي فزعوا للمستشفى وجزاهم الله خير اخواننا بالحشد وبعض الاحبة من الدفاع المدني. لكن هذه الكارثة انا مسؤول عن كلمتي وراح ابلغ، اللهم اشهد اني بلغ. هذه الكارثة، الكارثة راح تتكرر باكثر من مستشفى، لان نفس التخزين مال قناني الاكسجين بكل مكان موجود ايها الاحبة، وستتكرر. ثم يا رئيس الوزراء السلام عليكم، معقولة أنت تسأل تقول وين العمال وين المسؤولين؟ معقولة أنت رئيس الوزراء تقول وين المسؤولين وين الدفاع المدني وين المعنيين؟ إذا أنت تسأل اللي احترق بالنار شو يقول؟ شنو يقول؟ أنا شو أقول؟ مواطن العادي شو يقول؟ هذا لما يكون الإنسان عنده وزارة بس ما بيها أهداف، عنده مسؤولية بس ما بيها أهداف، يصير مثل هذا اللي نسولف عنه، شنو؟ مسؤول غارب أيها الأحبة، ما يدري وين يروح أيها الأعزاء. 17 عام ما بنينا مستشفى مزودة بالأجهزة الذكية للتنفس. 17 سنة أيها الأحبة. نقول لا حول ولا قوة إلا بالله ونستجير بصاحب الزمان فقط أيها الأعزاء، فقط بس هو أيها الأعزاء. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من الملحدين هو الملحد الطالب، ملحد يطلب معرفة، ملحد يريد دليل. قرأ لكم كتاب، 100 كتاب، 1000 كتاب، 20 كتاب، سمع محاضرات للملحدين، صارت عنده شبه في ذهنه في عقله، هذا يريد دليل. هذا هم ما أجي وأقول له والعياذ بالله أنت فاسق طالع من الدين، لا، هذا يريد دليل. هذا وليدنا، هذا باكر إذا نطيته دليل هو اللي دافع عن الإيمان، هو الذي يقف بوجه الإلحاد، لأن هذا طب الإلحاد وطلع من الإلحاد. عندما ترى ملحدا يريد أدلة لا تقل له لعب برأسك الشيطان، لا، قل له أنا أحترمك، أحسنت، تعال حبيبي عندك دليل انطي، ما عندك دليل وجهه للعنده، العنده عنده والما عنده يوجهه. مو لما أنا ما عندي دليل أقول له سؤالك غلط، هذا مو صحيح. وليدي عمره 15 سنة بالمدرسة سمع دليل أو سمع شبهة على الدين وإجاني للبيت، أبي سلام عليكم، عليكم السلام، أبي أنا سمعت هيك شبهة بالمدرسة، يقولون الله مو عادل، هذه شبهة أبي قور الناقشها إن شاء الله الأيام الجاية، أن الشرور من الله، إذا الشرور من الله شلون الله عادل؟ إذا الله مو عادل. بابا جاوبني على هذه الشبهة، بدل ما أجاوبه وأقول له أحسنت أنت صرت أمين وإجيت سولفت لي ما ضميتها علي، أنا شو أسوي؟ أزعق بوجهه وأصرخ بوجهه، هذا بعدين حتى من يسمع شبهة ما يجي يسولف لي بعد. يا أب يا أخ أكبر يا رجل دين، لا تخسر ثقة الناس بيك. أنا من أجيك شاب وقدمت لك مشكلتي، عالجها، إذا ما تعالجها انطيني واحد يعالجها. ما تقدر قل لي ما أقدر، مو تقل لي أنت مريض نفسيا أو يلعب بعقلك الشيطان، لا والله أنا متدين، أبي أنا متدين وبعدني أصلي، بس عندي شبهة بدماغي حلوها إلي. أمير المؤمنين يقول الشبهة إن لم تحل استحكمت، إذا ما حليتها تصير صير حكم على الدماغ، فإحنا نحل الشبهة من البداية. ليش تكبر وتصير إشكال وبعدين يصير عقيدة أو فكرة؟ جيد. لذلك المستوى الثالث، الصنف الثالث، هو الملحد الطالب، الطالب لدليل. وأني أعرف ملحدين كانوا ملحدين ويهاجمون الدين، نعم يهاجمون الدين ويهاجمون حتى رب العالمين، هيك يعني.
بس من قعدنا وياهم وناقشناهم وانطيناهم أدلة، الآن هم خيرة المدافعين عن الدين وعن رب العالمين. ليش؟ يقول للملحد، يقول له شوف هذا الطريق أنا ضقته ومشيت به وما شفت به خير، وهذا واحد اثنين ثلاث، وهذا يصير مجرب أفضل من الحكيم أيها الأحد. هذا القسم الثالث صار عندنا، الهارب والضارب والطالب. القسم الرابع هو الراغب. قسم الراغب هذا من أدق الأقسام التي أريد أن أتحدث عنها أيها الأحبة. هو هذا شاب يريد يبرز، يريد ينعرف، يريد ينشهر بالمجتمع. هذا شاب عنده إمكانية، هذا شاب شاعر وراح الموكب، راح الرابطة، راح القناة، ما ثمنوا شعره. احنا نتعامل وياك شاب قوته ضعيفة، إرادته ضعيفة، بس عنده موهبة، او مثلا عنده صوت، او راح يقرب حسينيات والحسينيات يجوزها ما نظرت له بعين الاعتبار لان ما مشهور، والناس تعرف تبحث عن المشهور حتى لو كان صوته زين ما حد نظر له، او مثلا عنده قابلية الكتابة وراد يكتب بمجلة وما حد نطاه مجال، هو راغب بالظهور. يتلقفه الملحدون، هنا تتدخل المؤسسات الإلحادية، هنا تتدخل وتسرق هذا الشاب وتأخذه ويصير كبير. شوف انت الآن اكو برنامج انا ما راح اذكر اسمه احتراما للمنبر وبنفس الوقت حتى ما اسوي له دعاية، برنامج يقدمه واحد لبناني ملحد بل شاذ يقدمه. هذا وين اكو نموذج منحرف بالعالم وخصوصا بالعراق يودي عليه ويجيبه، يقدم برنامج متابعي بالملايين، هذا يطلع بالبرنامج الناس تظل تنظر هذا وين كنا هاملينه، ما شاء الله شوف هذا صار مشهور، صارت الناس تحترمه. أنا صار لي 20 سنة شاعر، صار لي 20 سنة كاتب، ما حد طلعني بقناة، شو بس صار ملحد وين طلع؟ طلع بقناة عالمية، هذا بعد الشكره من عندها، هو يدور على الظهور. هذا واقع مهم أيها الأحبة، ينبغي الالتفات إليه أيها الأعزاء. إذا وجدتم طاقة شبابية كبيرة عندها القابلية أن تكون لديها العطاء استقطبوها، سواء دوائر الدولة، مراكز القرار إلى آخره، حتى ما ينسرق ويصير شاعر عليك يا نور عيني ويصير مشهور. هواي أكو شاعر كان يقرأ قصائد على الإمام الحسين، يقرأ قصائد على الأخوة، ما حد يقلد له، صار ملحد بالشعر مالته. يقولهم أنا لا أؤمن برب لا يعطي الفقراء الخبز، يبني جوامع وكذا، والناس الله، وظلت الجوامع تستضيف، الجامعات تستضيف هذا الشاعر. هذا طالب ظهور بس ما لقى ميدان. هنا احنا نخاطب هذا اولا، نقول له اذا ما لقيت فرصتك الدنيوية لا تضيع فرصتك الاخروية، نخاطبه ونخاطب المعنيين ان الطاقات احتضنوهم ما يضيعون بهذا الزمان. شكر الله سعي، كل برنامج يقدم طاقات رواديد، قراء قرآن، شعراء، ما شاء الله طاقات عندنا ايها الاحبة. عندنا رواديد تحولوا مطربين لو ما عندنا؟ جاوبني، عندنا ومشهورين موجودين الآن، هو رادود وصار شنو؟ صار مطرب. يقول لك أنا راغب بالعيش والظهور، ما حد انطاني. هذه مشكلة عنده ينبغي أن يعالجها، ومشكلة عندنا ينبغي أن نعالجها أيها الأحبة. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية في هذا القسم الرابع الملحد الراغب، هو أنه الإنسان يستعجل أيها الأحبة على رزقه في بعض الأحيان. ذكرك قصة جميلة ينقلونها عن النبي موسى عليه السلام. النبي موسى عليه السلام كان أكو واحد دوم يجي للنبي يقول له يا موسى سل ربك أن يرزقني، قل له هل يرزقني الله سبحانه وتعالى؟ يسأل الله، الله بعد تعرف يمهل ولا يهمل،
عنده توقيتات رب العالمين، ويوم من الأيام نتكلم عنها. تقول الرواية جاء يوم من الأيام إلى موسى قال له لا شأن لي بك ولا بربك، الله وياك. عاف موسى وراح. سنة كذا أكثر التقى بينا بموسى، بس أحواله متحسنة، متغير، أموره متحسنة. قال له هاي صويح بشكو، قال له لقيت رب أحل أفضل من ربك، يطي بسرعة. قال له شلون؟ قال له والله دعيت اختاريت لي رب صخرة حجارة شجرة شو انطاني. شوفوا النبي موسى ماذا قال له. قال ماذا صار لدي؟ قال له رزقت ببنت، بنت صارت عندي فانفتحت علي الأبواب. قال له أولا رزقك قسمان، قسم رزقك الله علشان البنية اللي جتك، أو قسم جاء بوقته الذي أراده الله لك. هذا الرزق منين؟ هذا من ربنا، هو ربنا، ربنا الأصلي، ربنا الحقيقي اللي عفته ورحت، لكنك استعجلت علي فذهبت إلى مكان آخر فجاءك شو وقت؟ جاءك بوقته. هذا بالضبط مثل واحد يقول لك والله افتريت المراقد كلها، دورت علاج ما لقيت، بعدين رحت للهند وطبت. يقول له ايه نعم، هو هذا العلاج مفعوله يشتغل وبوقت انت رحت للهند. دعوني شنو استجب لكم. واحد يقول انا وقفت على باب رب العالمين، يقول له رزقني ما رزق، رحت لفلان دقيت الباب رزقني. هو هذا الباب من دقيته الله استجاب الدعاء. بس احنا شبينا، احنا نجيب ابواب الله ونخليها يم الخلق. فهذا الملحد الراغب مستعجل فخسر الدنيا شنو والآخرة. اذا الشراد لهذا الراد له يفتح له الباب، تفتح له فرصة ويعالج نفسيا. ايها الاحبة، بقى القسم الاخير الملحد، صار عندنا الملحد الهارب والملحد الراغب والملحد الضارب والملحد الراغب والملحد الطالب. الطالب أيها الأحبة، خليني أعيد التسلسل حتى يصير الأمر واضح. الطالب هذا شوية من الأقسام المهمة اللي ممكن أن تصير بينا. أنا أتكلم عن نفسي أيها الأحبة، ممكن تصير بينا أيها الأحبة. هذا الذي يطلب الكمالات ويطلب البصائر ويطلب المعارف، يطلب أشياء أعلى من مستواه. خلني أضرب لك مثال حتى تتوضح الفكرة. شاب من الشباب أعرفه من المصلين الذين يصلون كثيرا، يعني حتى في يوم من الأيام واحد من أصدقائه اشتكى قال سيد أنا هذا خايف علي واي يصلي كثيرا. قلت له لا تخاف علي، هذا مع الإنسان مؤمن ويصلي، لكن هذا عنده مشكلة اللي يصلي كثيرا. مشكلته وين؟ مشكلته أنه يطلب ما ليس له، يطلب ما فوق مستواه. شايفين الرواية الواردة عن النبي عيسى؟ النبي عيسى يمشي على الماء ويا واحد من حواريه، مشوا على الماء، أي من خصائص النبي عيسى، مشي على الماء ويا واحد من رفقانه من الحواريين. هذا اللي يمشي ويا النبي عيسى يمشي حال حال النبي عيسى على الماء، هاللحظة وقع بالماء غطت رجليه. النبي عيسى طلع من الماء حطه، قال له ماذا قلت؟ شنو قلت؟ قلت يا رسول الله عندما رأيت أني أمشي على الماء وأنت تمشي على الماء قلت إذن ما الفرق بيني وبين عيسى بن مريم؟ إيش الفرق بينه وبينه؟ قال له عيسى، قال له وضعت نفسك في الموضع الذي ما وضعك الله فيه، فشنو ركس في الماء. فهذا الشاب يصلي ويتابع صلوات الشيخ بهجت. شايفين الشيخ بهجت من يصلي شلون يبكي؟
أو صلاة ذلك العالم شلون خشوع، فيطلب أن تكون صلاته مثل من؟ مثل صلاة ذولا العظماء. صلى فلم يصل، صلى فلم يصل، استمر فلم يصل، تاليها سوى، تاليها قطع الصلاة. فإجاني هذا الشاب، أنا علمت أنه قطع الصلاة، قلت لها، قال شنو قيمة صلاة قبال صلاة الشيخ بهجت؟ قلت له زين شنو قيمة صلاة الشيخ بهجت قبال صلاة أمير المؤمنين؟ أكو مقارنة؟ أنت حبيبي مو تصلي مثل الشيخ بهجت، لا لا، اقتدي بي بما يتناسب مع شنو؟ مع وضعك. أنا أريد أرى في المنام صاحب الزمان، إذا ما شفته، إذا ما شفته يصير عندي خلل، أشعر أني لست من الذين آمنوا. لا، مو هيجي، كل واحد يضع نفسه وين؟ رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. هذا الذي يعرف قدر نفسه ما يهلك نفسه. هذا الملحد الطالب عندما لا يرى ما كان يتمنى فيطلبه وما يحصل، ايش يسوي؟ يقول لك دين ما يخليني مثل عمار بن ياسر، شو اسوي به؟ دين ما يخليني مثل ابو ذر، شو اسوي به؟ وهذا قسم خاص ويراد له معالجه دقيقه. لذلك انا دائما اقول للشبابنا على كيفكم ويا الدين. الامام امير المؤمنين يقول ان هذا الدين عميق، فوغل به برفق، يعني طب القيش شويه شويه على كيفك حبيبي. صحيح انت متدين، لكن لا تروح هواي. انسان الان اذا يتصور ان كل مقامات اهل البيت لازم يحصلها، ماذا يبقى لديه ايها الاعزاء؟ ما يقدر هذا الانسان. لذلك هذا الملحد الطالب يطلب مقاما لا يحصل عليه، فماذا يفعل؟ ينحرف. ابن الخطاب سامعين به؟ بس احنا اليوم بابن الخطاب وابن الخطيب. ابن الخطيب هذا المستشفى المسمات به، خاف واحد ما يعرف، هذا كان فيلسوف وعالم وشاعر وأديب وطبيب من علماء الأندلس. هذا تدرون نهايته شلون؟ نهايته حرق أيها الأحبة، مات حرقا، ومستشفى أمس ماتين شنو؟ أم احترقت. هاي مصادفة حزينة في العراق. زين، ابن الخطاب كان من تلامذة الإمام الصادق كاظم الجواد أو الرضا، تلميذ نجيب. بس ها، في أواخر حياته ماذا فعل؟ في أواخر حياته صار يقول لهم أنا أعلم الغيب كما يعلمه الإمام. أنا أعلم ليش؟ يقولهم صار لي 60 سنة أنا أدرس يومهم، 70 سنة أنا أدرس ويهم، شلون ما أعلم الغيب؟ فودع عليه الإمام، قال حط رجلك بالقاع شوية دير بالك. بعدين قال إن الإمام شتم الإمام، يعني شو من تلميذ إلى أن شتم الإمام المعصوم. ليش شتم الإمام؟ لأنه طلب شيئا ليس له. إبليس شنو مشكلته ويا رب العالمين؟ عابد عابد، راكع ساجد، متبتل، مختلي مع الله، في النهاية ترك رب العالمين لولا. ليش؟ لأنه طلب مقاما لا يحق له. قال خلقته من طين وخلقتني شنو؟ من نار. خلقتني من نار، هذا شنو خلقته من طين؟ طلب مقاما شنو؟ ليس له، فأبى أن يسجد لربه. زمان هو هذا، زماننا زمان العلم. العلم يخلي الإنسان يطلب يصير بصف رب العالمين. لا، إذا شوية يقدر يرتفع يرتفع شوية، بس هو شوية بعده ما قادر يرتفع. العلم يخلي الإنسان شوية يهيت شوية عن رب العالمين. ليش؟ لأن يريد يفسر كل شيء يراه. العلم اليوم علم مغرور، يقول لك أنا لا أؤمن بشيء لا أستطيع تفسيره وما أشوفه. ليش؟ لأن أنا مغرور علم، لذلك لا يؤمن بوجود الله. ليش؟ لأنه ما يقدر يفسره. ما يؤمن بوجود الملائكة لأن ما يقدر يفسرها. ما يؤمن بوجود عدالة الله، ما يقدر يفسره. هذا العلم يطلب شيئا ليس له أيها الأحبة. ولذلك أحد المفكرين الذين يعني هم من الملحدين يقول وفي النهاية سينتصر العلم على الله. يقول بالنهاية من اللي ينتصر؟
العلم ينتصر على من؟ ينتصر على الله. ليش؟ لأنه يطلب بالعلم ما ليس له، يطلب أن يفسر كل شيء. تجي للعلم تقول له السلام عليكم يا علم، يقول لك عليكم السلام. قل له ذولا ربعك المكلبين بيك شوي رايحين زايد، خلنا نسألك سؤال حتى نفهمهم. تفضل. قل له ليش 2+2 صارت 4؟ جاوبنا ليش؟ ما يجاوب العلم. قل لك هذا السؤال ما إله جواب، هي 2+2 ايش قد الصادف؟ 4. لا لا اريد جواب يا علم. نعم 2+2 ليش صارت، ليش ما صارت 5؟ ليش ما تصير 5؟ يقول لك لان هن 2+2 يصيرن 4. اي نعم انا افهم هذا الجواب، بس هذا مو جواب علمي، هذا جواب واقعي مستند الى الواقع. لا انا اريدك تفسر لي 2+2 ليش 4، فسر لي اياها. العلم يقول لك لا ما لها تفسير، هي بعد 2+2 بس من تقول له ليه الصلاة الصبح 2؟ تقول له الله يعلم. يقول لك لا شلون هذا ديني، ايش هذا ما يصير، لازم تفسرها إلي. يقول له مو هاي تشبه هاي. يقول لك لا هذا علم مقدس. لا العلم عندنا احنا ما مقدس، العلم عندنا جو الرجلين اذا ما يقود الى الله. العلم بالنسبة لنا مو قيمة اذا ما ياخذ الانسان الى الله. العلم اللي يصنع انسان قاتل سفاك يخترع الاسلحة ويقتل الناس ويستغل الناس، هذا ما نحترم العلم. نحن نحترم العلم الذي يأخذ الانسان الى الله ويخليه بنادم، مو يخليه وحش كاسر. شنو العلم؟ العلم لا يخوفنا بالعلم. يقول لك العلم يأتي اليك، هاي اخر كلام، يقول لك شوف الدين ايش قد افسد بالارض. بابا شوف العلم ايش قد افسد بالارض، العلم هو الذي يفسد بالارض مو الدين. يقول لا مو صحيح. قال له نعم احنا نجاوبك، نقول لك اكو ناس خطفوا الدين وطبقوه بشكل غلط فافسدوا. هو يقول لك نعم واكو ناس خطفوا العلم فطبقوه بشكل غلط فافسدوا. يقبل هاي وهاي ما يقبلها. من تقول له التطبيق غلط بالدين يقول لك لا، من تقول له التطبيق غلط بالعلم شو يقول لك؟ يقول لك لا ما يصير تقول هيك. انا اكره القانون جدا، كلا كلا لدراسة القانون. أكيد هسه ذاك محامي بالمجلس يقول لي لا سيد شنو هالكلام؟ أقول له نعم أكو قضاة فاسدين. يقول لي لا هذول قضاة فاسدين، شاخب مو تهلك القانون وتنفيه على مود قاضي فاسد. أقول له نفس قضيتي، أكو ناس مرتبطين بالدين فاسدين، ليش أنت تحكي على الدين؟ هسه الآن باسم الطب باقونا الحرامية، نقابة الأطباء يصدرون علينا عريضة اعتراض لولا. تقدر الآن تسوي مظاهرة بشارع الأطباء وترفع لافتة وتقول باسم الطب باقونا الحرامية، تقدر تسوي لو ما تقدر؟ الناس تستهجنك. لا عفو الأطباء، باسم المحامي باسم القضاة باقونا الحرامية، تقدر تسوي؟ لا. باسم الفنانين باقونا الحرامية، بس تقدر تنزل تقول باسم الدين باقون الحرامي؟ تقدر أيها الأحبة. لذلك أيها الأعزاء صار الدين كل واحد يجي يتحدث به، كل واحد برامج سياسيين ينفي بكيفه ويثبت بكيفه. قل له أبويا ما يصير، هسه أنا رجل دين معمم، عندي مهندس هنا بالمجلس، اقول له خلي الاسمنت كذا طابوك كذا لا تخليه هو. اقول لي سيد هاي مو شغلتك، تشغلتك منبر. اقول له احسنت، زين انت من تجين وتتكلم بالدين من اقول لك مو شغلتك ليش ما تقبل؟ ما يقبل، لان هي هذا غرور العلم في اخر الزمان. فشو ولدنا غرور العلم؟ ولدنا ناس يطلبون ما ليس لهم. اليوم العلم يقول لك نحن في طور صناعة جين خالد ما يموت. قل له السلام عليكم، سلم لي على قلبك شوية لا تروح زايد، ما تقدر. في كربلاء كان هذا القسم موجود، يطلبون ما لا يحق لهم، يطلبون البيعة من الحسين عليه السلام. يلهم ألا وأن الدعي ابن الدعي قد ركز بين هضيم الحسين، يؤصل لهيج موقف. يقولهم خلوني بين خيارين،
بين سلة وبين ذلة، بين أن أبايع يزيد وبين أن أبقى عريانا على الصعيد. موقف الحسين في كربلاء كان موقفا أليما أيها الأعزاء، خصوصا لما ظل غريبا على صعيد كربلاء. تقول الرواية: بقي الحسين يجود بنفسه ساعة على الرمضة، وصنع له وسادة من الرمل. تعرف يعني شنو صار بالحسين؟ الرواية تقول صار يلوج بنفسه ويجود بها. شنو يعني يجود بنفسه؟ يعني يرفع رجلايا وينزل أخرى، يتقلب على الرمضة، يد يضعها على جرح قلبي ويدا يضعها على جرح جبيني. نزف الحسين هواي او ظل على الرمضة بالحيار، نايم على التربان وبغير اضلال اضلال، وتحاوش يا ويل سبعين من الانذال. داروا علي وما بهم رجال، او ظل على التربايا لا ناصر ولا معين. الحسين على هذا الحال، على هذا المنوال، خرجت إليه زينب، اضطرت الصفوف تدور على أخوها، تقل طرت الزلم والخيل والنار والنار، وعنك ما منعني شق الغبار. خويا اجي أرد عرف الصار، ما صار ما صار، لقيتك عالرمل خويا الرمل حار. خويا أنا دورت دورت، أنا طلعت الولينا ودورت. خويا مطروح بالحومة لقيت لقيت، أنا قعدت يما وعات بيت. الله يرحم سيد جاسمها، الله يرحمه. والله أنا قعدت يما وعات بيت وعات بيت، المثلك شلون يعوف. والله بيت يا عمت عيني ترى ما عرى، شنو عندك من طلب؟ قال لها قال لها ان كان اللي عندك دواء داوي جروحي او بهدايا زينب قبل لا تروح روحي. نقراها نقراها: ان كان لي عندك دواء داويج، هلا هلا، او بالعجل يا زينب قبل لا تروح. ويلا ويلا، وان كان ما عندك دواء للخيام روحي، بار النساء واليتامى يا هاشمي. اها،
وجيب حمال انا العزيز شلون عفتوني بالرمى وان كان ما يقدر يجي وحموله ثقال خلي يباري هالرقية ويسكن. قالت يا نور العين يا عز ودليلي اقعد يا خويا يا ضوى عيوني احكي لي يا هو الذي يجيع يا جارح قلي وعلي خلي اداوي جروحك بهاي المسيه يا الله. اللهم إنا نسألك وندعوك شافي كل مريض عافي كل مبتلى قضي حاجة كل محتاج شافي كل مريض أعد كل غريب فك أسر كل أسير. اللهم من أوصونا بالدعاء سيما المنظورين يا الله اقضي حوائجهم شافي مرضاهم يا الله. اللهم ادخل على أهل القبور السرور واجعلنا من أهل الخير والنور يا الله. اللهم إن لنا إماما أقرح الجفون بغيبته وألم القلوب بطول هجرانه. اللهم فعجل لنا فرجه يا الله. اللهم عجل لوليك يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه يا الله إلى موتاكم جميعا موت المؤسسين إلى روح أم البنين ومريم العذراء وزينب الكبرى إلى روح أمنا الزهراء الفاتحة مع الصلوات.